يسعد صباحكم عن جديد. نحن اليوم عم نساوي كوسة بلبن أو شيخ المحشي قدام منه رز بالشعيرية. هنبلش نقول المقادير أول شيء مع بعض. عنا كيلين كوسة، أنا حفرتهم بالشكل هاد هيك بهالحجم هاد نحن حنساويهم. وعنا بالنسبة لللبن عنا بيضة، عنا 3 كيلو لبن أول شيء، تمام. عنا بدنا نحط دفلهم بيضة، بدنا نضيف لهم 3 معالق نشا وملح بالأخير. وعنا بالنسبة للحشوة عنا لحمة، حوالي شيء نص كيلو لحمة مفرومة، وبدنا نحط لهم بهارات بملح وفلفل. وبالنسبة للرز عنا 3 كاسات رز، عنا ممكن يستخدم الرز العادي القصير، ممكن يستخدم الرز الطويل، عنا شعيرية حوالي كاسة شعيرية، عنا بالنسبة هنستخدم زيت نباتي، بالنسبة للكان للقلي هنستخدم زيت نباتي، وحنستخدم كمان للرز وشوية للحمة، وعنا سمنة وكمان زيت بدنا نساوي التقلاية فيها، ممكن نضيف التقلاية، ممكن تنحط فيها طرخون وتوم ومكسرات، أي على الهوى رغبة ست البيت دايما. هلا حنبلش نحن، انا محمي الزيت، حنبلش بتقلايه الكوسه. حنبلش ننزل الكوسه، طبعا بنتاكد انه ما فيها شيء من جواتها من الحشي. هلا نحن مشان هدول اذا كان في اي شيء جواتها مشان ما يحرق الزيت، لانه بتستوى بتحرق الزيت قبل ما تستوى الكوسايه. نحن الكوساية حنساويها تقريبا نص استواء، بهالشكل هاد ننزلهم. نتأكد نبدأ ياهم ليبردوا كمان مشان نقدر نحشيهم. هلا بنشغل الطنجرة الثانية بس مشان نساوي اللحمة، نقلي اللحمة فيها. شايفين احيانا بيطلع فيها شوية نتر من الحشي من الحفر، نحن هدول ما بدنا اياهم مشان ما يحرق الزيت مثل ما قلنا. هلا بنحاول نقلبهم شوي. طبعا انا جهزت جاط مشان نحط فيه الكوسه المقليه، حطيت فيه ورق نشاف بسفله. هلا بالنسبه للحمه حنحط شويه زيت، وممكن اذا حابب رغبه ست البيت على ورق ست البيت شويه نص معلقه سمنه تعطيها زكاوي اكثر للحمه. هلا عم نقلي الزيت، بدنا نقليهم. طبعا نحن ما بدنا اياهم سواد، ما بدنا اياهم يكونوا لون اسود، انا بحبهم يكونوا، لازم هن يكونوا لون اخضر، يضلوا خضر فات غامق مشان اللون بيطلع بالتقديم بيطلع احلى بكثير. هيك شايفين بلشت شوي تحمر الراس تبع الكوسايه. بدنا نحاول نقلبهم دائما على طول. هلا حنبلش نحط اللحمة، حمية الطنجرة عنا. هلا حنضيف لهم بس نحن للحمة شوية ملح، ما كترت ملح، وبدنا نحط لهم شوية فلفل أسود. ما بدها بهارات كثير هالاكله، لانه هي بطبيعه حالها انه هي كثير طيبه وما بدها اكثر من هيك. حاول نرجع لعند الكوسه بس نتاكد منهم، بس نحن لنشوف شلون لون الكوسه هي قبل ما نبلش نقيمهم. هلا هي الكوسايه تمام تقريبا شبه استوت، بدها ثواني خلينا ماشي 30 ثانيه بس، اكثر من هيك ما بدها.
طبعا رح نقليهم على دفعات الكوسة، مو كلياتهم الدفعة واحدة. هلا هيك بلش نضل نقليهم مثل قلبهم، نحن ما بدنا اياهم مشان ما يحترقوا او يغمق لونهم كثير، بدنا اياهم يكون لونهم فاتح مثل ما قلنا لونهم اخضر غامق وليس على سواد. طيب هلا نحن تقريبا هي شبه جاهزة، هلا هيك لونها صار ممتاز. هلا بنشوف شلون حنكمل قلي الكوسة وحنكمل قلي اللحمة وبنشوف طبيا شلون حنحشيهم ونساوي الرز مع بعض بالاخير بالفقرة الثانية. يسعد صباحكم عن جديد. هلا حنبلش نحن بمساواة الرز. اول شيء حنحط شوية زيت، هنحط شوية سمنة، هنحط كمان هون سمنة نحنا كرمال نقلي نساوي التقلاية. هلا نحط كمان رشة زيت خفيفة، هنبلش هلا نقلي الشعيرية. هنحرك الشعيرية مع السمنة والزيت، ننقليهم لبين ما تتقلى السمنة مع الشعيرية ودوب عنا السمنة بالمقلاية الثانية مشان نساوي التقلاية اللي حنحطها على الوش. حنبلش بمساواة اللبن، حنستخدم طبعا ملت ما عنا 3 كيلو لبن عنا، حنحط بيضة على البارد نحن بدنا نشتغل فيهم طبعا. وانا هون دوبت تقريبا حوالي 3 معالق نشا مع نص كاسة مي، بس بنرد نحركهم شوي لانه النشا بيرسي بالتحت بالسفل. ونبلش نحركهم على البارد. الملح اخر شيء بنحطه، طبعا بدنا نحط النشا اللبن على النار لبين ما يغلي غلوة ويكبش، نشوفه طبعا شلون عم يساوي. هلا نرجع لعند الشعيرية، لما تنقلها كلياتها. طبعا الرز ناقعه وغاسله وناقعه، حوالي نحن هون عم نساوي نحن حوالي 3 كاسات رز على هالكمية الموجودة عندنا مع الكوسة، لأنه قلنا عم نساوي كيلين كوسة. بدنا اياها تتحمص للشعيرية مظبوط، حنحط شوية المكسرات نحمصهم أول شيء. هلا ما بلشت الشعيرية تاخذ لون، قلنا اياها طبعا لون الشعيرية تابع لست البيت، في ناس بيحبوها غامقة في ناس بيحبوها فاتحة، هي على هوا رغبة ست البيت. طبعا عم نقلي المكسرات، هلا بدنا نضيف لهم باقي التقلاية، حنضيف الرز هلا. حركهم مع الشعيرية، حنضيف لهم ملح حوالي معلقة ملح. هلا هون بلشت تنقلها، حنضيف الثوم عليها. ونضيف الطرخون.
مجرد تقلاية بسيطة تكون جاهزة تقلاية عنا للوش بكفيها هيك لأنه زبطنا نسخنها مشان ما يحترقوا بقى المكونات كلياتها. هلأ بنرجع للرز نضيف المي هلا المي حنغمره تقريبا حوالي فوق الاصبع تقريبا للرز بنستنى يغلي تقريبا شي 3 دقائق او 4 دقائق وبعدين بنحطه على نار هاديه ليتهدى الرز. طبعا بنحاول دائما ما يكون في تكتلات الرز عشان كلياته يستوى بنفس الوقت. هلا بنغطي الرز ونتركه تقريبا حوالي شي 3 دقائق ليغلي. هلا نحن النار هون حنحط على النار. طبعا بدنا نحشي الكوسه. هلا طبعا اي ست بيت بتعرف شلون تحشي الكوسه. حنحشيها نحن لحمه وهذا الوقت كلياته حنبلش نساوي وحده قدام منكم. هلا بدنا نستخدم الايد هلا نحاول نحشيها. طبعا في ناس ممكن تنقل الكوسة بعد الحشي، في ناس بيحشوها بيقلوها قبل على هوا رغبة ست البيت هي كلياتها، بس أنا بفضل إنه تنقلها قبل مشان تاخذ نكهة الزيت كلياتها. هلا هيك تقريبا انحشت الكوسة هي أول كوسة هي. هلا هي بعد ما حطينا الرز وحشينا الكوسة وشوينا اللبن، حطينا الكوسة بوسط اللبن قلبناهم شي 4-5 دقائق وصبيناهم بهالشكل هذا والف صحه وهنا وحطينا التقلايه فوق منهم. الله يسلم ايديك يا شيف يعطيك الف عافيه. شكرا كثير لك. شكرا كثير لك شيف حسن.